بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي أهلا بكم في قناة زكريا يا بابا النهاردة هنذاكر مع بعض مادة الرياضيات هناخد مع بعض الدرسان 32 و 33 اللي هو بعنوان العد حتى العدد 25 بسم الله الرحمن الرحيم هنا يقول لك العدد العدد كم دروان؟ عدد 23, وعشرين. عدد ده اسمه تلاتة 23. وعشرين. يبقى العدد ده اسمه ايه؟ 23 يبقى العدد ده كم يا روان؟ 23 طب هنا يقول لك ال 23 يتكون من مجموعتين كل منهما مكونة من 10 أشياء ويضاف إليها مجموعة مكونة من ثلاث أشياء يعني عندك عشرة و10 وتلاتة، دي التلاتة ايه وعشرين، 10 و10 يا وعشرين عشرة وعشرة كان؟ عشرين، عشرين وتلاتة، تلاتة وعشرين، يبقى زي ما شايفينها في الصورة بتفصل كده هذا روان، ادي الصورة بتاعتها اهي، دول عشرة، خمسة وخمسة عشرة، ودول عشرة، خمسة وخمسة عشرة، يبقى 10 و10 عشرين، وادي تلاتة ثلاثة وعشرين مع بعض بس كده روان مع بعض دول عشرة فنقولوا احداشر اتناشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين هنا يبلك دور ده في كام باللونة فيه عشر كور أهما واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة والدور دي فيه كام؟ 10 كور واي تلاتة 3 يبقى 23 تلاتة يبقى ايه؟ 23. طب هنا النشاط واحد بيقول لك ايه يا روان؟ تتبع النقاط حتى تكتب العدد 23، اي 23 هتدوس عليهم بالقلم لحد ما تكتب ايه؟ ال23. بعد كده العدد ده كام يا روان؟ ده 24، يبقى العدد ده كام؟ هنا يقول لك العادة 24 يتكون من مجموعتين، كل مجموعة من 10 أشياء ويضاف إليها مجموعة مكونة من أربع أشياء، يعني 10 و10 و4 دول هي الـ24 هنيجي نشوف مع بعض بص كده روان أهم دول إيه؟ 10 وأدي 10 وأدي 4 يبقى 24 نقول بعد الـ 10 إيه؟ 11 12 13 14

طب هنا في نشاط اثنين بيقول لك ايه يا روان تتبع النقاط حتى تكتب العدد اربعة وعشرين بالقلم عشان تكتب ايه الاربعة وعشرين بعد كده يا روان العدد كام ده خمسة وعشرين العدد ايه خمسة وعشرين هيقول لك العدد خمسة وعشرين يتكون من مجموعتين كل مجموعة مكونة من عشر اشياء ويضاف اليها مجموعة مكونة من يا إيه روان من خمس اشياء فدي ايه ال 25 هنا هيقول لك آه عشرة، عشرة ايه ادي ال 25 10 وادي 10 20 وادي 5 يبقى هي روان 25 يقولوا 10 و10 20 و5 25 وادي دول ايه خمس زهرات او خمس ظهور كل ايه دول 10 ادي مجموعه الزهور دول 10 ومجموعه الزهور دول 10 وادي ايه 5 خمسة. يبقى 25 خمسة يبقى نقول له دول ايه 10 ودول 10 نعدهم مع بعض نقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ودول 10 يبقوا 20 وادي 5 25 طب نشاط 3 بيقول لك ايه يا روان هيقول لك تتبع النقاط حتى تكتب العدد كام 25 يبقى انت تدوس بالقلم عليها النقط دي عشان تكتب ايه ال 25 نشاط 4 عد الأشياء في كل شخص مكتوب عددها، بص معايا كده، دول كام عددهم؟ نعدهم سوا، نقول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، أربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، عشرين، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، دول كام؟ نكتب مع بعض وعشرين. بص كده يا روان نعد دول ونشوفهم كام نعدوا مع بعض نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ستة واحد اثنين وعشرين. أربعة خمسة وعشرين نكتب ايه خمسة وعشرين دول كاميرا روان نعدهم مع بعض ونقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر ثلاثة أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين نكتب عشرين دول كاميرا واحد نعدوا مع بعض نقولوا ايه واحد, و... واحد. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اتناشر تلاتة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة

19 عشر تسعة عشر. يبقى واحد وعشرين دول كام بعد كده نقوله كام واحد إثنين ثلاثة بعد التلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة اه 19 20 21 22 23 نكتب مع بعض نشاط خمسة اقول لك عد واجمع ثم صل كما بالمثال هنا دول بص كده مع المثال جمع دي ايه يا روان دي مسألة جامع هنا يجيب لك ايه كام دولة أربعة وزائد دولة كام ستة أربعة زائد ستة كام؟ عشرة وصلها فين هو هنا؟ وصلها بالعشرة يبقى أربعة وستة وصلهم هنا إيه بالعشرة نيجي هنا المسألة اللي هنحلوها وحدين إحنا دايما دول كام يا روان؟ أربعة ودول خمسة يبقى نجمعهم على بعض أربعة وخمسة نقولوا إيه نعدوهم دول أربعة صح؟ ونقولوا خمس أربعة نقولوا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يبقى كام؟ تسعة تسعة يبقى أربعة زائد خمسة تسعة نوصلهم بالتسعة فين التسعة؟ التسعة هي تحت نوصلهم إيه؟ مع بعض بالتسعة لا نيجي دول كام؟ نعده أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة ودول كام؟ خمسة ستة سبعة يبقى كام؟ سبعه يبقى 4 زائد 3 سبعه، أربعة زائد 3 كام؟ سبعه. اهي فوق يبقى نوصل دولة بالسبعه اللي فوق، نوصلهم مع بعض دولة كام روان؟ 3 زائد 3 يبقى كام؟ 6، والسته فين؟ السته هي فوق فنوصلهم مع بعض. وهذه السته وصلناها ايه؟ بتلاته زائد 3. يبقى نقول نشاط ستة اجمع النقاط الموجودة في إطار العشر وحدات كما بالمثال بص معايا كده روان دول كام؟ اثنين زائد كام؟ واحد اثنين تلاتة أربعة زائد أربعة يبقوا كام؟ ستة, ستة هم خمسة وواحد ستة هم كده زائد أربعة ستة هنيجي المثال دي دي كام دول؟ تلاتة هم زائد واحد يبقى أربعة نعمل أربع نقط هنا ونكتب تلاتة زائد واحد أربعة ماشي؟ مم. المثال ده تانية دولة كام؟ ن... نعده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة دول ستة دول خمسة وواحد ستة زائد واحد مم. سبعة يبقى نعمل هنا سبع نقط ونكتب هنا هي ستة زائد واحد سبعة بعد كده هنا دول كام؟ دول اتنين, اتنين زائد دول كام؟ تلاتة يبقى نقول اتنين زائد ثلاثة هيبقوا خمسة هنعمل خمس نقط هنا ونقول اتنين زائد تلاتة خمسة نشاط سبعة هيقولك اجمع باستخدام خط الأعداد كما بالمثال هنا خط الأعداد ايه نظام روان أول حاجة لك 2 زائد 3 يساوي 5، جيب لك خط الأعداد من صفر لحد 10. طيب هنا نعمل إيه؟ نمثل الاثنين على خط الأعداد. هنبدأ يعني بالصفر ونقول أدي إيه؟ رحنا للواحد، رحنا للأثنين، أدي مثلنا الاثنين. معناها إيه؟ خدنا خانتين من خط خط الأعداد. خدنا إيه؟ مسافتين من خط الأعداد. إيه؟ الأعداد. طيب بالنسبة للثلاثة هنمثلها، نعتبر الاثنين صفر. فنقولوا أدي واحد، اثنين، ثلاثة وصلنا لحد فين؟ وصلنا للخمسة وصلنا ليه؟ للخمسة للخمسة بقى اثنين زائد ثلاثة خمسة طب هنحل الثانية زي النظام ده بالظبط اروان روان فهنقول خمسة زائد أربعة هنعملها ازاي؟ نمثل أول حاجة الخمسة على خط الأعداد هنعملها ازاي؟ نبص كده هنمشي كده؟, كده 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 لحد نوصل ايه؟ للخمسة نعملها مع بعض الأول كده احنا مستنى الخمسة على خط الأعداد تمام هنيجي بعد كده نمثل ايه الأربعة هنبدأ من الخمسة نعتبر الخمسة دي صفر ونعده لحد ما نوصل إيه نعده أربعة نعده إيه أربعة يعني نقول إيه واحد اثنين ثلاثة أربعة وصلنا لحد فين؟ وصلنا للتسعة معناها إن خمسة وأربعة كام؟ تسعة نعملها مع بعض المسألة التانية هنا هيقول لك ستة زائد اثنين هنمثل الست على خط الأعداد نبدأ من الصفر ونقول واحد إثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وعند الستة ونوقفه تمام نعملها مع بعض الأول بعد كده هنمثل الإثنين نبدأ نعده من أول فين نعده من أول الستة فنقول واحد, اتنين, واحد يا واحد اثنين واحد ايه 2 يبقى ال 2 وديتنا لحد فين؟ وصلنا عند ال 8 يبقى ستة زائد 2 كام؟ 8 نعملها مع بعض نشاط 8 ارسم دايره حول كل مجموعه ليها نفس الشكل هنعمل ايه يا روان دول؟ بص كده دول واخدين شكل واحد فنحطوهم في دايره نحطهم فين؟ في دايره طب دول ليهم ايه؟ شكل واحد تفاحات دول فنحطهم ايه؟ في دايره مع بعض ماشي طب بالنسبه لدول دول هم واخدين نفس الشكل برضو نحطهم ايه في دايره مع بعض لا ودول نفس الشكل هم ناخدهم مع بعض نحطهم ايه في دايره نحطهم ايه في دايره ده إيه كل حاجه بنفس الشكل حطيناها في دايره تمام كده روان طب وكده وصلنا معاكم لنهايه درسنا النهارده النهارده يا اولاد تعلمنا قراءه وكتابه الاعداد 23 و24 و25 وعرفنا تمثيل الاعداد 23 و24 باستخدام الصور والرسومات وعرفنا نصنف الاشياء تبعا للون واخذنا الجمع في حدود العشره والى اللقاء في درس جديد من دروس ماده الرياضيات للصف الاول الابتدائي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته